بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بيكم. إحنا هنستكمل بقى الحلقة التانية من حلقات الداينامكس. إحنا ابتدينا في الحلقة الأولى اتكلمنا بداية شابتر 1. شابتر 1 قلنا ثلاث موضوعات: differentiation of vector functions، graph of vector functions، عندنا integration of vector functions. خلصنا الجزء الأول، والجزء الثاني تقريبا باقي في جزء هنكمله دلوقتي، وبعد كده سؤال ناخده بس كده على الجزء التاني يلخص لنا الموضوع، وبعد كده ندخل في الجزء التالت. اولا نقول مراجعة الاول على اللي احنا قلناه في الحلقة اللي فاتت، مراجعة سريعة تلم الكلام، وبعد كده ناخد سؤال برضه. السؤال ده جميل للناس اللي عايزة تشغل مخها وتفكر معايا. يلا بينا يلا بينا. احنا موضوعنا بداية شابتر 1 هنكلمه، بعد كده لو في وقت في الاخر هناخد الموضوعين التانيين. يلا يا حبايبي، احنا اتكلمنا في الجزء الاولاني عن الفيكتور، عن الجراف. الجراف عبارة عن جراف اس تي، جراف فيلوسيتي تايم، جراف اكسلريشن تايم. طيب تعالوا نحكي، احنا قلنا في اي جراف، انا براجع لك على اللي احنا قلناه، اي جراف بنسأل عن الفي والاي، بنسأل عليهم من ناحية ايه، بوزيتيف او نيجاتيف. طيب لو احنا بنتكلم على الاس، جراف الاس، الفي بالنسبه للاس هتقول لي اف داش، والاي بالنسبه للاس هتقول لي اف دبل داش. طيب جميل. طيب الفي، جراف الفي اللي احنا بنسال عن الفي والاي، يبقى الفي ده جراف الفي، يبقى هي الكيرف نفسه، والاي تعتبر اف داش. طب لو عندي جراف الاي، يبقى لما بتكلم عن الفي يبقى دي بعمل انتجريشن. انتجريشن يعني اريا، والاي طبعا اللي هو الكيرف نفسه. احنا قلنا الاف داش، اف دبل داش، الكيرف عندي ثلاث حاجات، اف داش بوزيتيف ونيجاتيف حسب انكريز او ديكريز، اف دبل داش بوزيتيف او نيجاتيف حسب كونفكس اب وكونفكس داون. كونفكس داون. الكيرف بوزيتيف ونيجاتيف حسب الكيرف نفسه، اباف اكس اكسس ولا بيلو اكس اكسس. دي موضوعات مهمه. رجعنا يا اولاد خدنا حاجتين، في تايم اي، في تايم اس. قلنا لو الفي تايم اي بوزيتيف يبقى الموشن اكسلريتد، لو الفي تايم اي نيجاتيف يبقى الموشن ديسيلريتد. طب الفي تايم اس لو بوزيتيف يبقى هنقول يبقى البادي جيتنج اواي فروم اوريجينال بوينت، لو نيجاتيف يبقى البادي ابروتش تو اوريجينال بوينت. الكلام ده بالتفصيل قلناه في الحلقه اللي فاتت. طب رجعنا قلنا الفي بوزيتيف معناها ايه؟ معناها ان البادي الموشن فورورد، عربيه بتمشي لقدام. الفي نيجاتيف يبقى الموشن باكورد، يبقى العربيه راجعه لورا. ده كل ده مراجعة على اللي احنا خدناه الحلقة اللي فاتت. ناخد بقى اكزامبل جميل جدا عايزك تبص له، يمكن الصورة ما اعرفش واضحة عندك ولا لا. ده كيرف ماشي هنا من زيرو، ماشي نازل وبعدين ماشي كده وبعدين طالع وبعدين نازل. لو بصيت للجراف ده هو، انا طالب 1 2 3 4 5، عايزك معايا كده تعمل سكرين شوت للشكل ده، او صور على الموبايل بتاعك الشكل ده، وتعالوا مع بعض نبص على طلب طلب من دول. قبل ما ابص على الطلبات انا هبص على الجراف. الجراف عندي منطقة اهي، ادي منطقة تانية، منطقة تالتة، منطقة رابعة، منطقة خمسة، منطقة سادسة، منطقة سبعة. عندي سبع مناطق، تعالوا ناخدهم تفصيلا يا ولاد. هنا السبع مناطق هم، هنقعد بقى لكل منطقة احكي فيها حاجتين. بص للمنطقة الاولى من زيرو لتو. اولا هتلاقي الكيف ده بتاع الفي، فيلوسيتي تايم. كل منطقة من دول انا عاملها لك اهو، هناخد السبع مناطق اللي انا قلت لك عليهم. نمسك منطقة منطقة. اولا هتلاقي الكيرف اباف اكس اكسس، يبقى الفيلوسيتي بوزيتيف. الكيرف ديكريز، يبقى الاكسلريشن نيجاتيف. انا ماسك منطقه منطقه. المنطقه الثانيه اللي هي دي، الكيرف بيلو اكس اكسس، يبقى والكيرف ديكريز، يبقى الفيلوسيتي نيجاتيف عشان بيلو اكس اكسس،
وديكريز يبقى الاكسلريشن نيجاتيف. ممتاز. المنطقه الثالثه، المنطقه الثالثه الكيرف بيلو اكس اكسس، طيب يبقى الفي نيجاتيف، الفيلوسيتي ثابته يبقى الاكسلريشن بزيرو. المنطقه الرابعه من هنا لغايه هنا هتلاقي الكيرف بيلو اكس اكسس وانكريز، يعني الفي نيجاتيف والاي بوزيتيف. المنطقه الخامسه يا اولاد يبقى هتلاقي الكيرف اباف اكس اكسس وانكريز، يبقى الفي بوزيتيف والاي بوزيتيف. المنطقه السادسه الكيرف اباف اكس اكسس يبقى الفيلوسيتي بوزيتيف وديكريز يبقى الاكسليشن نيجاتيف. المنطقه دي الفيلوسيتي دايما بزيرو. دول السبع مناطق. تعالوا بقى ناخد الكلام ده، الاول كده قعدت اشرح منطقه منطقه اللي بيحصل. نيجي للطلبات بقى. الطلب الاولاني هو بيقول the particle moves forward forward وباكورد. لو رجعت للصفحه اللي فاتت هتلاقي forward يعني البي الفي بوزيتيف. الفي بوزيتيف فين؟ بص على جنب كده هتلاقي هنا في المنطقه نمبر 1، المنطقه نمبر 5، المنطقه نمبر 6. يبقى نقول 1 و5 و6، شايف بمنتهى الجمال اهو. طيب البارتكل موفز باكورد، باكورد يعني الفي نيجاتيف. في نيجاتيف فين؟ بص على جنب يا جميل هتلاقي الفي نيجاتيف هنا والفي نيجاتيف هنا والفي نيجاتيف هنا. يبقى هنقول في المناطق 2 و3 و4. ده الجزء الاول. تعالوا للطلب الثاني بيقول الفيلوسيتي انكريزز، الفيلوسيتي بتتزايد يعني الموشن اكسلريتد. يبقى الفي تايم ايه بوزيتيف، في تايم ايه بوزيتيف. هنا لا، هنا اه، هنا لا، هنا لا برضه، هنا اه. يبقى اذا هنقول له الفي تايم ايه بوزيتيف في المنطقه الثانيه والخامسه. طب الفيلوسيتي ديكريزز، الفيلوسيتي بتقل يبقى الموشن ديسيليريتد، ديسيليريتد يبقى الفي تايم ايه نيجاتيف. اهو في تايم ايه نيجاتيف هنا، في تايم ايه نيجاتيف هنا، في تايم ايه نيجاتيف هنا. يبقى في المناطق 1 و4 و6 الفيلوسيتي ريتشد اتس ماكسيمم فاليو، الفيلوسيتي توصل للماكسيمم فاليو باينه عند الزيرو، وصلت للماكسيمم. وعند ايه كمان؟ وفي المنطقه ده اهي من 4 ل 5 وصلت للماكسيمم، اقصى سرعه، اقصى سرعه هي دي باكورد اما دي فورورد. طب هنا ذا بارتيكل ستوبد، البارتيكل ستوبد مور ذان 1 سكند، لان هي عند ال2 الفي بزيرو يبقى دي ستوبد انستنتينيوسلي، عند ال6 الفي بزيرو يبقى ستوبد انستنتينيوسلي، اما عند الستوبد فور مور ذان 1 سكند يبقى هنقول فين يا اولاد؟ هنقول من 9 ل 11. فين؟ اهو في المنطقه دي كلها الفيلوسيتي 0 0 0 0. ادي الجزء الاولاني. يبقى السؤال ده يا حبايبي مراجعه على اللي احنا خدناه في الحلقه اللي فاتت. ندخل بقى في الموضوع الثاني. احنا بنتكلم على انتجريشن اوف فيكتور فانكشنز. انا عندي اس، عندنا في، عندنا ايه؟ حد يقول لي لو عايز اوصل من اس الى في، جدع هتقول لي نعمل ديريفاتيف. طب لو عايز اوصل من في الى ايه؟ نعمل ديريفاتيف. طب ما تيجوا نقول العكس، لو عايز اروح من A ل V نعمل انتجريشن، طب لو من V ل S نعمل انتجريشن. ده ملخص الموضوع التالت، ان كده ديريفاتيف كده انتجريشن. لو عندنا جراف ما بنعملش ديريفاتيف، نجيب سلوب تنجنت. لو عندنا جراف ما بنعملش انتجريشن، نجيب الاريا اندر ذا كيرف. تعالوا بقى نحكي شويه قبل ما ندخل في الموضوع. لما اقول لك انتجريشن اوف فيكتور فانكشنز، لو انا عندي الفيلوسيتي مكتوبه او مرسومه، لو مكتوبه وطالب منك الديسبليسمنت والديستانس، سؤال يا اولاد ايه الفرق بين الديسبليسمنت والفرق بين الديستانس؟ قلناها في الحلقه اللي فاتت تفصيلا. الديسبليسمنت ممكن ده فيكتور كوانتيتي، الديستانس سكيلر كوانتيتي. بمعنى الديسبليسمنت ممكن تبقى نيجاتيف، يعني لو المسافه بالنيجاتيف خدها بالنيجاتيف في الديسبليسمنت، اما في الفيلوسيتي
ما ينفعش لو المسافه بالنيجاتيف ناخدها بالابسوليوت اللي هي بوزيتيف. يعني لو مشيت 2 مترز ورجعت 5 مترز، لو بتكلم على الديسبليسمنت اقول المرحله الاولى 2، المرحله الثانيه نيجاتيف 5، يبقى الديسبليسمنت نيجاتيف 3. اما لو بتكلم على الفيلوسيتي، المرحله الاولى بوزيتيف 2، الجزء الثاني بوزيتيف 5 لو بتكلم على الديستانس، ما اقولش نيجاتيف، يبقى 5 و2 يبقى التوتال ديستانس كفرد، هقول ب 7. ادي حاجه. يبقى انا في فرق بين ديستانس وديسبليسمنت، ده لو كانت مكتوبه. طيب لو عندي الفيلوسيتي عشان تجيب الديستانس او الديسبليسمنت بنعمل انتجريشن، ولكن عشان اضمن ان في الديسبليسمنت انتجريشن وخلاص، زي ما يطلع يطلع بوزيتيف ماشي، يطلع نيجاتيف ماشي. اما لو بتكلم على الديستانس وبعمل انتجريشن لازم احط ابسوليوت، وهحكي لك شويه عن الابسوليوت كمان شويه. يلا يا حبايبي، يبقى دي حاجه. بص بقى هنا، لو كان الفيلوسيتي كده عايز اجيب الديستانس، يبقى انت هتقول الديستانس اعمل انتجريشن. ده ايه؟ ده ديستانس ولا ديسبليسمنت؟ طالما قلت ديسبليسمنت انتجريشن عادي خالص. لو جراف بنجيب الاريا، طب لو طالب الديستانس برضو هنعمل انتجريشن، ولكن احط ابسوليوت على ده. جميل. طيب نيجي بقى للاكسلريشن. لو عندي الاكسلريشن مكتوبة، لو مرسومة، لما احب اجيب الفيلوسيتي يبقى نعمل انتجريشن عادي. لما الجراف نجيب الاريا، دي معلومات مهمة، انا هاخد كده راجع معاك شوية لغاية ما نظبط مخك كده، وبعدين نخش على اسئلة. بصوا يا حبايبي، A و V نوت، A و V نوت، عايز اجيب في الحالتين اجيب ال V. هتقول لي V، خلي بالكو في فرق يا اولاد بين حاجتين، بصوا لي كده اكتبها اهو. ايه رأيك لو انا عندي V نوت ب 5 وال A ب 3؟ لو عندي V نوت ب 5 وال A مثلا ب 3 T بلس 1، عايز اجيب من هنا الفي، عايز اجيب من هنا الفي. في قوانين واخدينها السنه اللي فاتت، في ايكوال في نوت بلس اي تي، اهو يبقى الفي في نوت يعني 5 بلس اي ب 3 تايم تي، دي الاجابه. طب افترض انا عايز اجيب انتجريشن، اقول لك وماله عايز تجيب الفي؟ هتقول كده ال A equal dV by dt. طب انا عايز اجيب ال V، يبقى نعمل انتجريشن لل A dt، ال A مكانها 3dt. يبقى لما اجيب ال V، لما اعمل انتجريشن تبقى الاجابة 3t plus c. نرجع نقول بقى لما التايم بزيرو ال V كانت ب 5، لان ال V نوت هي الانيشال فيلوسيتي، يبقى لما تعوض هتطلع من هنا ال C ب 5. يبقى لما نحسبها يبقى ال V equal 3T plus 5. هذه الإجابة هي نفسها اللي جبناها هنا. طب نيجي للناحية التانية، نقول ال V equal V not plus AT. لو عملت كده غلط. ليه؟ لأن ال A مش constant، يبقى ملهاش حل غير إنك تقول ال A equal DV by DT. وعشان نجيب ال V هنعمل انتجريشن، انتجريشن 3T بلس 1 dt، ونعمل انتجريشن بقى. يبقى هناك فرق بين المنظر ده والمنظر ده، هناك فرق بين ده وده. هنا دي حاجة ودي حاجة، الـ A هنا constant، الـ A variable. هذه القوانين تستخدم لو الـ A constant فقط. طيب تعالوا بقى يا حبايبي في السؤال ده والسؤال ده. انا عندي هنا الاي فاريبل، الاي فاريبل فاريبل عشان فيها تايم، فاريبل عشان فيها ديسبليسمنت. طب لو عايز اجيب الفي هنقول انتجريشن. طب هنا عايز اجيب الفي اعمل برضو انتجريشن. اللي عمل هنا صح، اللي عمل هنا غلط. ليه غلط؟ لان انت هنا هتطلع تي مع اكس، وده مش صح، هتلاقي نفسك تقف. تقوم تعمل ايه بقى هنا؟ الافضل، الافضل ما تعملش انتجريشن على طول. بص بقى يا حبايبي،
ايه معاها تي يبقى الاي دي في باي دي تي، ونعمل كروس مالتيبليكيشن واعمل انتجريشن يمين انتجريشن شمال. انتجريشن يمين من في لفين؟ من 5 لفي، لان من في نوت لفي، وهنا التايم من 0 لتي. هنا بقى شيل الاي واكتب في دي في باي دي اكس، ده قانون استخدمته لما كانت المساله فيها اكس. اعمل كروس مالتيبليكيشن وانتجريشن يمين من في نوت لفي وانتجريشن شمال من 0 لاكس. يبقى خلي بالك من الفروقات دي لان ممكن تلخبط لك السؤال. طب تعالوا نحكي شويه عن الابسوليوت فاليو. لما اقول لك ابسوليوت 5 هتقول لي 5 شيل الابسوليوت، ابسوليوت نيجاتيف 5 شيل الابسوليوت. هتقول لي لا المفروض الابسوليوت اجابته نيجاتيف، اقول لك يبقى انا لو شلت الابسوليوت بس غلط. غلط. طب ايه رايك لو شلت الابسوليوت وحطيت نيجاتيف؟ تقول لي صح، يعني نيجاتيف. طيب نيجاتيف بوزيتيف، اذا عايز اقول لو اللي جوه الابسوليوت بوزيتيف يفضل بوزيتيف، لو اللي جوه الابسوليوت نيجاتيف يفضل زي ما هو بس اضربه في نيجاتيف عشان تبقى النتيجه بوزيتيف. طب اهو يا اولاد عايز اعمل انتجريشن من 1 ل 4 لابسوليوت، تقوم تقول لي المقدار ده بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هاخد المقدار ده ايكوال 0، معلش الزيرو نزل تحت، ودي دي الناحيه الثانيه هتطلع التي ب 3. يبقى اذا المقدار ده اهو عند ال 3 ب 0، قبل ال 3 نيجاتيف بعد ال 3 بوزيتيف. يبقى انا هقول ناخد من 1 ل 3 ومن 3 ل 4 طالما حاطط ابسوليوت. من 1 ل 3 ده بالنيجاتيف يبقى اضربها في نيجاتيف. انا قايل لك اهو لو اللي جوه الابسوليوت نيجاتيف اعملها تايمز نيجاتيف عشان تبقى بوزيتيف، اما من 3 ل 4 بوزيتيف عادي. طيب ده كويس قوي. ادي مساله. طب واحد يقول انت عرفت ازاي نيجاتيف وازاي بوزيتيف؟ قلت لك بص من 1 ل 3 خد اي رقم في النص زي 2، حط هنا 2 هنا 2 تايم 2 4 ماينس 6 تطلع نيجاتيف، تقوم تضربها في نيجاتيف. طب من 3 ل 4 اختار اي رقم في النص هتطلع الاجابه بوزيتيف. طيب في معلومه مهمه، لو عندي دي تي وعايز اعمل انتجريشن تقول لي انتجريشن من 0 ل تي. طب لو دي في وعايز اعمل انتجريشن تقول لي من في نوت لفي، وهنا من اكس نوت لاكس. طب ايه رايك لو قلت لك الفي ايكوال ده؟ ايه الفرق بين لما يطلب ديسبليسمنت ويطلب ديستانس؟ انا بكرر لان هو ده الفروقات الصغيره اللي لو انا مركز فيها مش هغلط. ديسبليسمنت تعمل انتجريشن عادي خالص من 0 ل 4، اما لما اقول ديستانس لازم احط ابسوليوت. ابسوليوت او ما اخد المقدار ده اساويه بزيرو تطلع 0 و 3. يبقى ده من 0 ل 3 ومن 3 ل 4، او من 0 ل 3 ومن 3 ل 4. طب من 0 ل 3 المقدار ده بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ جرب اي رقم بين 0 و 3 زي ال 1، حط 1 حط 1 يبقى يطلع نيجاتيف، او معمله تايم نيجاتيف عشان تبقى الاجابه بوزيتيف. من 3 ل 4 هتطلع بوزيتيف. يبقى ده الفرق بين الديسبليسمنت والديستانس. ممتاز كده يا حبايبي، هنقف لغايه هنا، نطلع فاصل ونرجع نكمل اللمه دي وبعدين ندخل في الموضوع. فاصل ونرجع ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا اولاد احنا كده نعمل بقى مراجعه تاني على سريعه كده على الكلمتين اللي قلناهم، وبعد كده ندخل بقى في الموضوع بعمق. بصوا يا حبايبي، انا قلت لكم قبل الفاصل ان في فرق بين المنظر ده والمنظر ده. لو عايز اجيب في ايكوال في نوت بلس اي تي عادي جبتها وينفع نعمل انتجريشن. طب هنا لو عايز اجيب الفي في نوت بلس اي تي لو عملت كده غلط. ليه؟ لان الاي نوت كونستانت. طالما الاي نوت كونستانت يبقى غصب عني لازم اعمل ديريفاتيف. طيب شوفوا يا حبايبي، هنا بقى نعمل كروس مالتيبليكيشن واعمل انتجريشن يمين وشمال. الدي في بنعمل من في نوت لفي، اما في الدي تي من زيرو لتي. في ثلاث قوانين يا اولاد احنا حافظينهم، حافظين
ان في نوت في ايكوال في نوت بلس اي تي، حافظين ان في نوت تي بلس هاف اي تي سكوير ده يدينا الاس، في نوت سكوير بلس 2 اي اس يدينا الفي. دول تلات قوانين اي بني ادم درس في حياته فيزيكس او ماس لازم يكون عارفهم. طب اثباتهم جه منين؟ في دقيقتين بالظبط نخلصهم. بص يا حبيبي، اثبات ده بالانتجريشن بطريقه سهله، كلنا عندنا A equal dv by dt، اعمل كروس مالتبليكيشن. خلي بالك التلات قوانين دول لازم ال A constant، ال A constant. طب اعمل كروس مالتبليكيشن، يبقى انا لما اعمل كروس هتطلع كده، نعمل بقى dv equal a dt، اعمل انتجريشن يمين انتجريشن شمال، هنا من v نوت ل v وهنا من 0 ل a، ال A ثابته يبقى دي a t، وهنا هتطلع v ومن 0 ل v، وهنا a t ومن 0 ل t. هنعوض ب v minus v نوت، وهنا نعوض ب t minus 0 خلاص، ودي دي الناحيه التانيه خلصت. طب هنا لما اقول ال v هتقول لي دي اكس باي دي تي، اعمل كروس مالتبليكيشن. طب ده هيت الاكس نوت لاكس، طب كويس هنعمل انتجريشن من اكس نوت لاكس. طب هنا ينفع نعمل انتجريشن؟ بص الفرق بين ده وده، الاي ثابته عشان كده عملنا انتجريشن اي تي، هل الفي ثابته؟ لا، يبقى لازم اشيل الفي واكتب مكانها تي اهي من القانون ده، يبقى الفي نكتب مكانها في نوت بلس اي تي. اعمل انتجريشن، في نوت ده رقم يبقى في نوت تي. طيب هنا اي تي باور 2 على 2 اكس لما نعوض باكس ماينس اكس نوت دي على بعضها الاس، يبقى تطلع اس ايكوال في نوت تي بلس هاف اي تي سكوير، ده القانون الثاني. القانون الثالث، يبقى واحده جبنا الاي دي في باي دي تي عملنا انتجريشن، واحده في ايكوال دي اكس باي دي تي عملنا انتجريشن، الثالثه A equal V dV by dx، اعمل cross multiplication، integration يمين integration شمال، V جنبها dV اعمل integration عادي half V square، ونقول له من V نوت ل V. طب هنا dA ده رقم ثابت يبقى AX، ومن X نوت ل X عوض هنا minus ده، هنعوض اهو طبعا ده X minus X نوت ده اللي هي الS، يبقى اي اس، واعمل تايم 2 تايم 2 يطلع القانون على طول اللي احنا عندنا دول. دول اثبات الثلاث قوانين انا قلت اقولهم لك بسرعه. يلا بقى نخش على الاسئله، كام سؤال كده عشان نلم الموضوع. بارتكل موفز جايب لك في ايكوال ده، وقال فايند وين، لما يقول لك وين يعني متى، يعني عايز التايم لما الفيلوسيتي تبقى ب 72، رجع فايند ماجنيتيود اوف ذا اكسلريشن لما الفيلوسيتي ب 30. الطلب الثالث ديسبليسمنت في المنطقه دي، يبقى انا هقول له بقى انا عندي الفي اهي، عشان نجيب هنحط الفي ب 72 يطلع لك التايم، يبقى التايم حاجه التايم ايكوال 4. طيب رجع تاني طلب مين؟ طبعا عايز الاكسلريشن لما الفيلوسيتي ب 30، حط ال V equal 30 هتطلع ال T تطلع ب 3. طبعا ما ينفعش نقول positive or negative لان ما فيش تايم بالنيجاتيف. الاكسلريشن هي دي V by DT، اعمل derivative يا جميل، derivative دي ب 0، derivative ده هي ب 12 T، حط ال T ب 3 هنا، يبقى الاكسلريشن 12 times 3 جبناها. الطلب الثالث قال هات ديسبليسمنت ولا ديستانس يا اولاد، ديسبليسمنت، يبقى نعمل انتجريشن، انتجريشن عادي خالص من 1 ل 4، وعوض هنعمل براكتين، مره نعمل سبستيتيوت ب 4 ماينس 1، وممكن تعملها بالكالكليتر هتطلع الاجابه 54. ادي سؤال. سؤال ثاني مدينا الانيشال فيلوسيتي ب 8 ومدينا اند الاكسلريشن اهي، دي الاكسلريشن، عايز الفيلوسيتي اند ديسبليسمنت لما التايم ب 2. خلي بالكو انا هحل السؤال ده بطريقتين اتنين، طريقه هنقول الفي نوت ب 8 والاكسلريشن فاريبل، لما احب اجيب الفي هنعمل انتجريشن، لما ما اكتبش من كام لكام يبقى دي اسمها انديفينيت انتجرال،
هحل لكم السؤال من غير حدود اللي بنكتب فيها بلس سي، ومره تانية احط حدود يبقى ما احطش سي، هحلها بطريقتين. الطريقه الاولى ايه فيها تايم، يبقى الفي انتجريشن. اعمل انتجريشن هنكتب في الاخر بلس سي، طبعا 3 تي باور 2 على 2 و 2 تي. عشان اجيب السي هو عندك ايه؟ الفي نوت كان ب 8، يبقى نقول لما التايم ب 0 الفي ب 8، حط التي ب 0 التي ب 0 الفي ب 8 يطلع السي ب 8، يبقى انت كده جبت الفيلوسيتي. حط بقى التايم ب 2 هتطلع الفيلوسيتي ب 10. طب عايزين نجيب الديسبليسمنت، اقول له الديسبليسمنت الاس عباره عن انتجريشن الفيلوسيتي، اعمل انتجريشن هيبقى برضه فيها سي، تقول له at the beginning لما التايم بزيرو الاس بزيرو، يبقى زيرو 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 والاس بزيرو يبقى السي بزيرو. كده انا جبت الاس، عوض عن التي بتو حسبناه. ده الحل الاولاني يا ولاد اللي هو اندفينيت انتجرال. طب نيجي بقى للديفينيت انتجرال، يقول انا هقول الاي عباره عن دي في باي دي تي، اعمل كروس ملتيبليكيشن، انتجريشن يمين انتجريشن شمال. وانا بكتب انتجريشن دي في لازم ابتدي من في نوت لفي، انتجريشن شمال من 0 ل 2، اعمل انتجريشن 1 دي في يعني في، ومن في نوت اللي هي من 8 لفي، والثانيه من 0 ل تي، هنعوض بفي ماينس 8، يبقى كده جبت نفس الفيلوسيتي اللي احنا جبناها ب 10. الحل الثاني هنعمل انتجريشن بس مش هعوض بقى الفي هنا، انا مش هنقول من 0 ل 2 هنسيبها من 0 ل تي عشان نجيب الفي فانكشن اوف تايم، اهو بقت الفي فانكشن اوف تايم اهي. بعدها نجيب الاس، هنعمل دي اس باي دي تي، لما نجيب الاس نعمل بقى انتجريشن. يبقى دي مساله استخدمت الديفينيت انتجرال والحل الاولاني انديفينيت انتجرال. طيب تعالوا بقى يا حبايبي نقول سؤال تاني، جايب لنا الفيلوسيتي اهو، ايه تاني؟ وقال لك عايز يجيب من التايم من 0 ل 3.5 افريج فيلوسيتي فيكتور افريج فيلوسيتي بس، وقايل في الاول ان البارتكل ابتدى فروم ريست، يبقى انا هقول افريج فيلوسيتي يعني ديسبليسمنت على تايم، افريج فيلوسيتي بس او افريج سبيد يبقى ديستانس على تايم. اذا المساله بتاعتنا عايزين نجيب ديسبليسمنت وعايزين نجيب ديستانس. جميل، انا عندي الفيلوسيتي، يبقى انا هقول الديسبليسمنت اعمل انتجريشن على طول من 0 ل 3.5، هتطلع الاجابه زي ما تطلع. تقول لي يبقى الافريج فيلوسيتي فيكتور ديسبليسمنت على تايم، ديسبليسمنت اهي التايم اللي هي من 0 لغايه 3.5 اللي هي دي معناها 3.5، احسبها طلعت 17.5. ده الحل الاول. طب انا عايز اجيب الديستانس، هنعمل ابسليوت. اول ما اشوف ابسليوت خد دي على جنب ساويها بالزيرو، تطلع التايم بزيرو تو، يبقى انا هقول من 0 ل 2 ومن 2 لغايه 3.5. طب من 0 ل 2 جرب رقم بين 0 و 2 زي ال 1، حط هنا 1 هتلاقي الاجابه بالنيجاتيف، عشان كده ضربت المساله نيجاتيف اهو، عملت دي تايم نيجاتيف تايم نيجاتيف عشان تبقى النهايه بوزيتيف. اكبر من 2 يبقى سيبها زي ما هي بوزيتيف، يبقى انا هقول له من 0 الى 2 ناخدها بالنيجاتيف ومن 2 ل 4. كده هنحسبها ببساطة، جبنا الديستانس. اعمل بقى الافريج فيلوسيتي يبقى الديستانس على التايم، الديستانس 113 اوفر 8 على التايم 3.5. ادي مسألة تانية. مسألة تالتة، بارتكل موفز such that، تعال بقى بص المرة دي جاب ايه؟ جايب لك الاكسلريشن اهو. طيب ان ترمز اوف تي، عايز يجيب الفيلوسيتي لما تبقى الفيلوسيتي ب 2 مترز بير سكند. طيب ده الانيشال فيلوسيتي 2 مترز بير سكند، ده الانيشال فيلوسيتي. عايز يجيب الفي سكوير ان ترمز اوف اكس، عايز يجيب الفيلوسيتي لما الاكس ب 1، عايز يجيب الاكس لما الفي ب 4. سهله، اول ما تلاقي الاي معاها اكس
شيل ال A واكتب دي في باي دي اكس. اقول تاني يا اولاد احنا عندنا ال A، انا قلت لكم كده، انا بكتب لك اهو علشان تشوف ال A عندنا حاجتين، يا اما دي في باي دي تي يا اما في دي في باي دي اكس. نختار دي ولا نختار دي بدل الايه؟ على حسب الايه، لو الايه كانت معاها تايم يبقى تختار ده، لو الايه معاها اكس او اس اختار دي. يبقى خلي بالك، تعالوا للسؤال بقى، الايه معاها اكس اهو، يبقى انا هشيل الايه واكتب في دي في باي دي اكس. اعمل كروس مالتيبليكيشن، كروس مالتيبليكيشن، انتجريشن يمين انتجريشن شمال، ومن زيرو الاكس والتانية من في نوت لفي، في نوت كانت بتو، اعمل انتجريشن والتانية انتجريشن عادي، هنعوض باكس ماينس زيرو خلاص راحت، عوض بفي وبعدين ماينس تو، خلاص اعمل تايم تو تايم تو تايم تو كده، جبنا الفي سكوير ان ترمز اوف اكس. ده الطلب الاول. رجع قال لك بقى، طب لو الاكس ب1 هنقدر نجيب الفي، تطلع بوزيتيف اور نيجاتيف، فور هنا ينفع بوزيتيف ينفع نيجاتيف لان دي فيلوسيتي. طب الطلب الثالث قال لك، طب لو كانت الفي ب4، حط الفي ب4، هتطلع الاكس لها اجابتين، تنفع نيجاتيف تنفع بوزيتيف لان دي ديسبليسمنت. طب السؤال اللي بعده بيدينا الانيشال فيلوسيتي ب8 ومدينا الاكسلريشن، طالب الفي سكوير وطالب الاكس لما الفي ب10. ايوه هي الفكره في الحته الثالثه دي. اولا احنا عندنا ادي الايه، جميل، طب ما الايه نشيلها ونكتب في دي في باي دي اكس، ونعمل كروس مالتيبليكيشن، انتجريشن يمين انتجريشن شمال، الاكس من زيرو الاكس وهنا من ايت لفي، اعمل انتجريشن للاي تبقى تفضل اي بس نضرب في نيجاتيف عشان على نيجاتيف 1، ونقول من زيرو الاكس انتجريشن الفي في باور 2 على 2، هنا هنعوض باكس ماينس عوض بزيرو، وهنا عوض بفي ماينس 8، اي باور 0 ب1 يبقى دي 4، هنعمل تايم 2 تايم 2 تايم 2 عشان نشيل فراكشن ده، هتبقى دي 80، 80 هتروح مع ال 64 يبقى ب 144. كده انا جبت الفي سكوير، ده الطلب الاول. قال الطلب الثاني السهل، شيل الفي ده وحط 10، يبقى لما احط 10 هتطلع الاي، انت عندك الاي هتطلع 44 على 80، اقسم على 4 يبقى تطلع 11 اوفر 20، ده الاي باور نيجاتيف اكس، يبقى اي باور اكس ب 20 على 11. عايز اجيب الاكس حط لين يمين لين شمال ولين اي ب1 طبعا، يبقى الاكس ايكوال لين 20 اوفر 11. الجزء الثاني بقى، انا قلت لكم يا اولاد اول ما تشوف ماكسيمم فيلوسيتي ماكسيمم ديستانس مينيمم هايت، كلمه ماكسيمم او مينيمم في الدنيا كلها مش في الماث بس، يبقى تجيب الاف داش ايكوال زيرو، ده من القواعد لما تقولها حتى لو مسألة هتتحل بغير ده يبقى انت ماشي صح، يبقى انت بتتكلم كلام مظبوط كلام معقول. فلما يقول لي فايند ماكسيمم فيلوسيتي تقول لي في داش بزيرو، مين الفي داش؟ اللي هي الاي، يبقى الاي بزيرو. لو انت بصيت على المسألة دي هتقول لي الاي كانت بفورتي اي باور نيجاتيف اكس، هنساويها بزيرو، تقول لي استحالة لان عمر المقدار ده ما يساوي زيرو، المقدار ده ممكن يصغر يصغر يصغر، كل ما تحط اكس برقم كل ما تحط اكس برقم هيصغر. اذا المقدار ده هنقول عليه عشان يبقى كلامي دقيق ابروتش تو زيرو، تقريبا زيرو، لكن زيرو بالظبط اكزاكتلي ما ينفعش لان ده اكسبوننت، الاكسبوننشال فانكشن عمرها ما تطلع بزيرو. فيبقى الحتة الفنية هنا انك تقول الفي داش بزيرو يعني الاي بزيرو، بس المسألة اكسبوننتس يبقى نقول ابروتش تو زيرو. طب يلا كده، يبقى انا هقول اهو الفي سكوير اهي، هنيجي نقول له الفي ماكسيمم يبقى الفي داش بزيرو، في داش اللي هي الاي ده هي بزيرو، هنقول له ابروتش لزيرو عشان ما ينفعش. طيب ابروتش لزيرو يعني تقريبا ابروكسيميشن زيرو، روح حط هنا مكان دي تقريبا زيرو،
يبقى ال V سكوير ب 144 يبقى الماكسيمم تقريبا المفروض نعمل ابروكسيميشن 12. مجموعة بقى أسئلة يا ولاد ورا بعض كلها جراف. هنا جايب لك فيلوسيتي تايم وعايز يجيب الديسبليسمنت وعايز يجيب الديستانس. بص يا حبيبي كلكم عارفين ان الفي عشان نجيب منها الاس هنعمل انتجريشن. انتجريشن معناها اريا. طب يلا لما اجيب الديسبليسمنت يبقى هجيب الاريا، بس هتقول لي من 0 ل 6 في اريا فوق واريا تحت، اللي فوق بوزيتيف واللي تحت نيجاتيف. عادي في الديسبليسمنت سيبها بوزيتيف اهو، هاف بيس في هايت، هاف بيس في هايت، الهايت سيبها بنيجاتيف 5 عادي خالص في الديسبليسمنت عادي تطلع الاجابه نيجاتيف 7. اما لما اقول ديستانس يبقى لازم احط ابسليوت، يبقى اريا 1 بلس ابسليوت اريا 2. اريا 1 اهو، اريا 2 بقى هنعمل ابسليوت لان عايز ديستانس، يبقى تطلع يبقى الاجابه تطلع بكام 13. ده الديسبليسمنت، ده الديستانس. انا هجيب لك كام سؤال ورا بعض جراف. يبقى لما يطلب ديسبليسمنت سيب البوزيتيف زي ما هو، النيجاتيف زي ما هو، اما لما يطلب ديستانس لازم تحط ابسليوت. طب سؤال تاني، ده اكسلريشن تايم. هو الطلب الاولاني هايف قوي، بيقول لك لو التايم بزيرو هات لي الاي، لو التايم بفور هات الاي، لو التايم بسكس. حط بقى التايم بزيرو الاي بتويلف. طب التايم بكام يا باشا؟ التايم هو عايز يجيب لما التايم بفور، فور اهي، يبقى بنيجاتيف 12 على الرسمه. طب لو التايم بسكس، سكس اهي على الرسمه نيجاتيف 24. ده الطلب الاولاني. انت عندك الاكسلريشن عايز يجيب الفيلوسيتي، تقول له طالما الاي عايزين نجيب الفي نعمل انتجريشن. كلمه انتجريشن يعني اريا. طب يلا عند التو الاريا اهي، يبقى الاريا 1 اللي هي هاف بيس تايم هايت طلع الاكس الفيلوسيتي ب 12. طب عند الفور يبقى نبتدي من البدايه للفور، يبقى هنقول اريا 1 بلس اريا 2. اريا 1 بالبوزيتيف، اريا 2 بالنيجاتيف. ينفع ناخد نيجاتيف؟ اه، لان الفيلوسيتي ممكن تبقى بالنيجاتيف، يبقى هنقول نيجاتيف اللي هو الارتفاع ده اللي هو 12 احسبها طلع 0. طيب عايز لما التايم ب 6 يبقى نجيب اريا 1 بلس الاريا الكبيره ده اهي، يبقى انا هقول هاف بيس في هايت ودي بالنيجاتيف عادي، يطلع الفيلوسيتي بنيجاتيف 36. يبقى معناها ان البادي ستوبت الساعه 4. ادي مساله. طيب سؤال تاني يا حبايبي، بص للسؤال ده اهو، ده فيلوسيتي تايم عايز يجيب الديسبليسمنت بكام. طالما قلت displacement يبقى هجيب area plus area plus area، هنعمل كده، واللي بالبوزيتيف طبعا ليه؟ عشان الفيلوسيتي لما تجيب الاس بتعمل انتجريشن. وعادي خالص الاريا دي بالنيجاتيف عادي سيبها نيجاتيف، ودي بالبوزيتيف طبعا ده ترابيزيوم، بيز 1 بلس بيز 2 على 2 تايمز الهايت او هاف بيز 1 بلس ده بيز 1 اللي هي 4، ما هو من 1 ل 5 ده 4، 1 2 3 4 بيس 2 اللي هي البارالل اللي هي ب 1، الهايت اللي هو 2. اريا 3 بالنيجاتيف عادي هاف بيس تايم هايت، احسبها طلعت الاجابه ب 3 يونتس. يبقى انا هختار 3 يونتس. ده لما طلب الديسبليسمنت. نفس السؤال ده تقريبا تقريبا اهو، طلبت منك الديستانس كفرد، ما قالش ديسبليسمنت، الديستانس. هنا بقى لازم عشان تجيب ديستانس لازم تعمل ابسليوت، اللي فوق بوزيتيف عادي، اللي تحت بالنيجاتيف نحط لها ابسليوت، اللي فوق بالبوزيتيف عادي. اعمل اريا اريا اريا، دي اريا تريانجل هاف بيز تايم هايت، اريا ترابيزيوم هاف بيز 1 بلس بيز 2 تايم هايت وابسليوت، واريا 3 ونحسبها طلعت الاجابه 19.6. ادي سؤال تاني. سؤال ثالث، بص للرسمه اهو، عندك فيلوسيتي تايم ده نفس الفكره،
هتقول هو طالب الديسبليسمنت، يبقى عبارة عن اريا بلس اريا بلس اريا، هتطلعها على طول ودي زي اللي فاتت، عشان كده انا قلتها بسرعة واخترت 3. طيب بصوا يا حبايبي، دي سؤال جميل بقى، المرة دي جايب لك اكسلريشن مش تايم بقى، ده اكسلريشن ديسبليسمنت اي اس، وبيقول لك يبقى الفي سكوير مين في الاربعة دول؟ تقوم انت تقول احنا عندنا الفي نوت ب 10، هو اللي قايل اهو في نوت ب 10 انيشال فيلوسيتي ب 10، الاكسلريشن بتتغير مش ثابته، يبقى انا اشيل الاكسلريشن واكتب يا اما دي في باي دي تي يا في دي في باي دي اكس. اخترت ده علشان هنا في اس، اعمل كروس مالتيبليكيشن، اعمل انتجريشن يمين انتجريشن شمال اهو، من 0 ل 30 وهنا من في نوت لفي، ده اهي نعمل لها انتجريشن عادي، طالما في ودي في انتجريشن عادي. طب دي هنا ايه ودي اكس، لازم اشيل الايه واحط اكس، معرفش ده الايه فاريبل، يبقى انا طالما الايه فاريبل اوعى تقول لي ايه اكس احسن ازعل منك، هنا تقول لي في باور 2 على 2 صح عشان في ودي في، اما هنا دي ايه وهنا اكس، يبقى لما احب اجيب الانتجريشن ده اهو عباره عن الاريا، ما انا قلت لك انتجريشن يبقى الاريا، دي عادي اعمل انتجريشن في باور 2 على 2، الاريا هاف بيس تايم هايت، وهنا عوض اعمل تايم 2 تايم 2 تايم 2، هتطلع الفي سكوير ب 400، اخترت ال 400، ادي مساله 43 44. دي مساله ظريفه، جايب لك جراف اكسلريشن تايم وطالب، وقال لك ان بدا فروم ريست في الانترفال من 0 ل 4، اقرا الطلب يا جميل، عايز يجيب الديسبليسمنت. اجيب الديسبليسمنت ازاي؟ ده المفروض الديسبليسمنت عشان اجيبه لازم اجيب الفيلوسيتي الاول وبعد كده اجيب الاكسلريشن، اجيب الديسبليسمنت. طب انت تجيب الفيلوسيتي، خلي بالكو اجيب الفيلوسيتي الاكسلريشن دي فاريبل، يبقى عشان اجيب الفيلوسيتي لازم اعمل انتجريشن. اعمل انتجريشن ازاي؟ بصوا بقى يا ولاد، هو لو طلب الفيلوسيتي ات تايم ات فيكس تايم، لو قال لك هات الفيلوسيتي الساعه 3 يبقى نجيب الاريا لغايه نمبر 3 لغايه التي ما تطلع ب 3، لو قال لك هات الفيلوسيتي ات تي ايكوال 4 يبقى نيجي عند تي ب 4 نجيب الاريا. اما انا عايز اجيب الفيلوسيتي ان جنرال، طالما اجيب الفيلوسيتي ان جنرال، الفيلوسيتي عباره عن انتجريشن اي دي تي، يبقى لازم اجيب ايكويشن للاي عشان اعرف اشيلها واحط مكانها تي. ازاي؟ دي مساله للناس الشاطره، يلا بينا كده فكر معايا. بص كده، هو لو طلب الفيلوسيتي الساعة 4 كنت هجيب الاريا دي، لو طلب الفيلوسيتي الساعة 3 نجيب الاريا دي، لكن ده احنا عايزين نجيب الفيلوسيتي ان جنرال. انا هقول الاي دي في باي دي تي، اعمل كروس مالتيبليكيشن، هنعمل انتجريشن يمين انتجريشن شمال، هنا من في نوت لفي مش لتي، هنا في ده هي في يا اولاد. طيب لما اعمل انتجريشن لدي ماشي هتطلع بفي، انه بادئ فروم ريست، انتجريشن للاي، ايه رايكم نقول اي تي؟ لو عملت كده ازعل منك، لان الاي فاريبل ما تسيبها انت كده معناها اعتبرتها كونستانت، يبقى الصح بقى انا عايز اشيل الاي واحط حاجه ان ترمز اوف تي. دايما من زمان يا اولاد لما يبقى عندك ايكويشن واي واكس، بصوا يا حبايبي علشان مخك يبقى متركب صح، لما اقول لكم ده هي واي وده هي اكس، لو انا عايز اجيب عندي كيرف ايا كان، عندي لاين او كيرف، عايز اجيب الواي ان ترمز اوف اكس، خلي بالكو الواي ان ترمز اوف اكس اجيبها ازاي؟ يقول لك طب ما تجيب الايكويشن وانت تجيب الواي ان ترمز اوف اكس، هتجيب الايكويشن تقول عشان اجيب الايكويشن بتاعت اي لاين لازم حاجتين، لازم بوينت ولازم سلوب. طب ما البوينت اهي 0 0 والسلوب تقدر تشوف اي اجابه هنا، مثلا لو دي 4 ودي 12 يبقى 12 على 4 واي على اكس، لان بتجيب تان سيتا. دي طريقه، طريقه تانية
يا اما تجيب سلوب وبوينت، يا اما تقول الايكويشن واي ايكوال ام اكس بلس سي. اللي يعمل كده صح، اللي يعمل كده صح. اول ما اجيب الواي هجيب الواي ان ترمز اوف اكس، يبقى الواي هتطلع ب 3 اكس بس لانها بتمر بالاوريجن كده. يبقى انا جبت الواي ان ترمز اوف اكس. نفس الكلام يا حبايبي، ارجع بقى للكمبيوتر اهو، السلوب بتاع الايه. يلا طيب، لما اجيب السلوب اوف ايه هنرجع. بص بقى يا اولاد المساله مره تانيه، انا هقف لمده دقايق، وبعد ما نقف دقيقه كده عايزك تفكر فيها المساله، يا رب تكون كده سجلتها عندك. هنطلع فاصل ونرجع كام دقيقة كده، وبعد كده ندخل في موضوع جديد. فاصل ونرجع إن شاء الله. يلا يا حبايبي نبتدي بقى في السؤال اللي كنت بقول لك عليه. احنا قلنا هنا السؤال اهو يا ولاد، ده سؤال في منتهى الأهمية. انا بقي لي 4 أسئلة بالظبط، وهندخل بقى في موضوع جديد ان شاء الله. 4 أسئلة. بص يا حبايبي، احنا عندنا السؤال اهو عايز يجيب الديسبليسمنت، ده مديك اكسلريشن تايم. فلو واحد عمل انتجريشن قلت لكم ده مش مظبوط من شويه، يلا بقى عشان اجيب الايكويشن عايز اجيب الايه ان ترمز اوف تايم. هات الايكويشن بتاعت اللاين ده. هتقول السلوب عباره عن السلوب اللي هو 10 سيتا اوبوزيت اوفر ادجاسنت 12 اوفر 4 يطلع ب 3. الايكويشن اي ايكوال ام اكس بلس سي، او واي ايكوال ام اكس بلس سي. يبقى الاكسلريشن طلع 3 تي. يبقى لما اقول لك هات الفيلوسيتي هتقول لي انتجريشن، شيل الاي واكتب 3 تي كده. يبقى انا جبت الفيلوسيتي اهو. عايزين نجيب الديسبليسمنت، وبعدين من 0 ل 4 هو عايز بقى الديسبليسمنت. يبقى تعمل انتجريشن للفيلوسيتي من 0 ل 4، هنعمل انتجريشن ونعمل سبستيتيوشن ب 4 وبعدين 0، تطلع الاجابه 32. ده سؤال. سؤال تاني بسرعه، جايب لنا الفي وعايز في الثيرد سكند فقط. انا عندي من 0 ل 1 ده الفيرست سكند، من 1 ل 2 سكند سكند، الثيرد الفورث. هو عايز في الثيرد سكند فقط الديسبليسمنت. يبقى انت هتقول الديسبليسمنت في الثيرد يبقى من 2 ل 3، يعني ده الثيرد سكند. اعمل انتجريشن وهتطلعها من 2 ل 3 تجيب الاجابه. طب السؤال اللي بعده، احنا بس بتكلم بسرعه يا اولاد عشان خلاص عايزين نخلص من الجزء ده. المساله الثانيه جايب لك الانيشال فيلوسيتي ب 10 وجايب الاكسلريشن. طالما عندنا الفيلوسيتي هنقول الاي في دي في باي دي اكس، ونعمل لها انتجريشن عادي خالص، هتطلع الفي سكوير تطلع دي. نفس الفكره دي خدناها في مساله قبل كده. طيب دي سؤال ظريف هنحله بطريقتين. الاي بكونستانت فاليو مش فاريبل، وقال لك اليو بنيجاتيف 1. مين اليو يا اولاد؟ اليو هي الفي نوت. بعض الكتب بيسموا الانيشال فيلوسيتي في نوت، وبعض الكتب يسموها يو. يبقى لما يقول لك اليو بنيجاتيف 1 يبقى الفي نوت. طالما الاي كونستانت يبقى ينفع نستخدم القوانين ده، في ايكوال في نوت بلس اي تي. جبنا الفي عشان نجيب الاس، نعمل طبعا هو طالب ديستانس، فانا عملت ابسليوت. ابسليوت لما اخد ده بزيرو يبقى التايم ب 1 على 3. يبقى ناخد من 0 ل 1 على 3 ومن 1 اوفر 3 الى 2. مساله جميله جدا تطلع الاجابه. في انذر سوليوشن يا اولاد، ممكن واحد يقول مش احنا عندنا لما جبنا الفي طلعت بالشكل ده؟ يقول لك طب ما ترسمها، ارسم دي هتطلع كده. انت عايز لغايه 2، طب ما دي اريا بلس اريا، والاريا دي نحطها ابسليوت عشان احنا بنجيب ديستانس، هتطلع نفس النتيجة. يبقى دي طريقة ودي طريقة تانية. سؤال نمبر 49، يلا احنا خلاص قربنا اهو، ده تقريبا اخر سؤال، وهنطلع فاصل وبعدها نبقى نكمل بقى، ندخل عنوان جديد بموضوع جديد. هنا بارتيكل ثرون فيرتيكالي اب بانيشال فيلوسيتي 5.6.
قال فروم بوينت 24.5 اباف ذا ايرث، ده الارض اهي. الراجل هنا رمى طوبه لفوق، لما رمى طوبه لفوق ده الفي نوت، وبعدين الاكس نوت اللي هي كانت البدايه كانت على ارتفاع 24.5، وهو طالع الاكسلريشن اللي هي الجي، ما هو الاكسلريشن ديو تو جرافيتي اللي هي الجي، فانت هتقول في ايكوال في نوت بلس جي تي. الاس هنعمل لها انتجريشن. كده انا جبت الاس، عايزين نجيب السي. ممكن تقول لما التايم بزيرو الاس كانت ب 24.5، عوض كده جبنا السي. هو طالب ماكسيمم هايت، اول ما تسمع كلمه ماكسيمم يلا عشان كده خلاص احنا هنقفل الكلام ده الجزء ده. ماكسيمم يبقى الفي فاينل بزيرو، الفي فاينل بزيرو لان هتطلع تطلع تطلع لغايه ما توقف. الفي فاينل بزيرو هنعوض، هيطلع التايم ايكوال 4 اوفر 7. عوض عن الاس، فين هي الاس؟ الاس اهي، عوض عن الاس بالرقم ده هتطلع الماكسيمم هايت. كده يا حبايبي الجزء الاولاني كده خلص. هنبتدي دلوقتي جزء جديد، هنطلع فاصل صغير جدا وبعد كده ندخل في الجزء الجديد على طول، على قد ما نقدر هنمشي فيها وبعدين هنكمل بعد كده. فاصل صغير جدا ونرجع، ما تمشيش بعيد، خليك قاعد. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا ولاد احنا كده هنبتدي شابتر 1 كده خلصناه، هنبتدي شابتر 2 باذن الله. شابتر 2 بقى ده اطول شابتر في المنهج وده اللي موضوعاته كتير. تعالوا بقى نبتدي دلوقتي في اول موضوع في شابتر 2. شابتر 2 الموضوع الاولاني بنسميه مومنتم. انا هقعد احكي لك شويه حكايات كده وعايزك تشوف معايا، نشوفها الاول كده كمنظر وبعد كده احكيها لك. احنا موضوعنا في شابتر 2 بنتكلم على المومنتم. يعني ايه يا ولاد مومنتم؟ انتوا واخدين الكلام ده في الفيزيكس. لما اقول مومنتم ايه المومنتم؟ معناها ايه؟ الفيزيكال مينينج بتاعها ايه للمومنتم؟ شوفوا يا حبايبي، انت سيادتك لما تروح تشوف الطريق وانت ماشي في الطريق بتلاقي اليافطه دي موجوده، يقول لك ملاكي 100 كيلو في الساعه، اجره 90 كيلو في الساعه، نقل 80 كيلو في الساعه، يقول لك احذر السرعه مراقبه بالرادار. دايما هتلاقي اليافطه دي موجوده يا اولاد في الطريق. يبقى ليه بقى الراجل اللي بيحط، المشرع اللي بيحط القوانين، ليه حدد الملاكي باكتر من الاجره اكتر من النقل؟ هو بقى تعالى احكي لك شويه. بصوا لي بقى هنا، انا لما اجي اقول لك عربيه ماشيه عملت حادثه، خلي بالكو انا عايز اعرفك ليه هم اصروا يحطوا النقله وسرعتها صغيره، الاجره سرعتها اكتر، الملاك سرعتها اكبر. دايما يا ولاد لو واحد عدى السرعات المقرره دي، لو ركب عربيته المخصوص هيوقفوه يدوله غرامه كبيره جدا عشان هو تعدى السرعه. لو عربيه اجره عدت السرعه دي هيوقفوه في المرور في الطريق، يعملوا معاه حاجتين، ياخدوا منه الرخصه بتاعته ويدوله غرامه جامده جدا. ده حاجتين. لو راحت عربيه نقل ماشي في الطريق مش بسرعه، عدى السرعه دي مش بسرعه 100 كيلومترز بير اور، تلاقي لجنه وقفته تعمل معاه ثلاث حاجات، ياخدوا منه الرخصه، غرامه جامده جدا، يضربوه عشان لان مشكله، ده هيعمل مصيبه في ايه. بصوا يا اولاد، انا لو جيت قلت لك خدت، عايز هقول حاجه، لو حادثه حصلت بحاجه صغيره وحاجه كبيره، بمعنى لو انا خدت طوبه صغيره كده خبطتك بيها هتلاقي هتوجعك، طب لو خدت طوبه اكبر وخبطتك بيها هتفتح لك دماغك. يبقى انا لما غيرت الماس الخبطه اتغيرت، يبقى انا لما بعمل الماس بيتغير تأثير الخبطة هيتغير. طب ما تيجي نقول حاجة تانية، لو انا خدت رصاصة هثبت الماس،
خدت رصاصة صغيرة وحاولت أخبطك ضربتك بيها هتوجعك بإيدي، يعني خدت رصاصة بإيدي كده ضربتك هتوجعك. طب لو خدت الرصاصة دي حطيتها في مسدس وخبطتك بيها الله يرحمك هتموت. ليه؟ لأن السرعة اتغيرت. إذا نقدر أقول إن الماس لما يتغير تأثير الخبطة بيتغير، لو الفيلوسيتي اتغيرت تأثير الخبطة بيتغير. علشان كده يا ولاد لو أنا واقف بعربيتي وجت زلطة صغيرة خبطت في الإزاز هحس بالخبطة بتاعتها، لكن لو أنا ماشي في الطريق بسرعة ونفس الزلطة دي خبطت في الإزاز هتكسره، لأن تأثير الخبطة نتيجة الفيلوسيتي هيزيد. إذا أنا بقول إحنا بنسمي تأثير الخبطة اللي هو الماس مع الفيلوسيتي ده على بعضها بنسميها مومنتم. يبقى لما حد يقول لك المومنتم تقول آه ده ماس وفيلوسيتي. كل الماس ما يزيد كل الخبطة تأثيرها ما يزيد، الفيلوسيتي كل الفيلوسيتي ما تزيد الخبطة تأثيرها يزيد. أقول بقى اللي كنت عايز أقوله من شوية، عربية صغيرة خبطت في حيطة، لو عربية صغيرة ماشية بسرعة 100 كيلو خبطت في حيطة العربية هتتدمر. طب لو عربية تريلا كبيرة ماشية بسرعة 100 كيلو خبطت في حيطة ده ممكن تهد الحيطة وتدخل كمان على اللي جوه. إذا الحاجة الكبيرة خبطتها بيبقى تأثيرها أشد، عشان كده بنقول المومنتم هو عبارة عن ماس وفيلوسيتي الاثنين. ده مهم انك تاخد بالك من ده، عشان كده لو واحد صاحبك بيجري ومليان ابعد عنه وإلا يكسر لك دراعك لو خبط فيك. نروح بقى للموضوع بتاعنا. انا بقول اهو عربية ماشية وعربية ماشية، ده السرعات اللي محددة. بص كده الفرق بين الطوبة دي والطوبة دي، لو الطوبتين دول خبطوا دي الاتنين ماشيين بنفس السرعة بس الماس الاكتر خبطتها اشد. لو رصاصة ورصاصة الاتنين دول خبط ده عملتهم هتلاقي الاتنين الرصاصة والرصاصة دي طالما دي طالعة من مسدس سرعة جامدة خبطتها اشد من الاولى. ادي حاجة. طب تعالوا يبقى انا هقول المومنتم بنرمز له بالرمز H، انتوا في الفيزيكس بتسموها P، احنا هنا في الماث بنسمي المومنتم بالرمز H نسبة لهايجن. فاحنا هنقول ال H equal mass time velocity. يبقى لما حد يقول المومنتم اقول له ماس وفيلوسيتي. جميل. طيب حاجة تانية يا حبايبي، لو بتكلم على اليونتس انا بقول اليونتس هي عبارة عن ماس وفيلوسيتي. ماس وفيلوسيتي، طب ما الماس بالكيلوغرام والفيلوسيتي مترز بير سكند، او جرام سنتيمترز بير سكند، او كيلوغرام سنتيمترز بير سكند، ما تفرقش، المهم انها ماس وفيلوسيتي. حاجة تانية، حد يبص على المنظر اللي انا عامله ده، شايفين المنظر ايه اللي بيحصل ده؟ انا بقول ده بادي الاحمر ده موجود في داستي ميديم، وسط كله تراب، التراب اكيوموليت اكيوموليت اكيوموليت، يعني بص كده التراب اهو بيتراكم 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 على البادي. تخيل يا ابني انا قلت لك ان الدست اكيوموليت اتريت 2 جرام بير مينت، لو قلت لك البادي ده اهو فضل 5 مينتس جوه الدست يبقى تقول لي الماس اوف دست ايكوال 2 تايم 5 يعني 10 جرام. اذا نقدر اقول الماس اوف دست ايكوال ريت اوف اكيوموليشن تايمز التايم. اقولها تاني، بص يا حبايبي مش لازم دست، انا عايز اقول انتوا عارفين في المطرة لما يبقى فيه تلج موجود، التلج في الدول الأوروبية مثلا كده لما يبقى عربية واقفة في الشارع والتلج بيتراكم على العربية، افترض قلت لك التلج ده اكيوموليت اتريت 5 كيلو جرام بير اور، يعني لو العربية وقفت ساعة هيتراكم 5 كيلو جرام. لو العربية فضلت طول الليل موجودة يعني مثلا 8 ساعات يبقى 8 ساعات والساعة الواحدة بيتراكم 5 كيلو جرام، يبقى اذا هيتراكم 40 كيلو جرام على العربية. اذا نقدر زي دي زي ما بقول لك الماس اوف دست، فالماس دايما عبارة عن الريت اوف اكيوموليشن تايمز التايم.
حاجة تالتة، لما اقول لك روكت، الروكت بيبقى جواه في كده وقود جوه، الوقود اللي بيحترق ده بيحترق اتريت مثلا نقول 2 تونز بير سكند او بير مينت. انا عايز اقول حاجه، هو انت لو خدت بالونه نفختها ومسكتها كده وسبتها بتتحرك، الحركه دي ليه؟ لان الهواء بيطلع منها، فالهواء بيعمل لها اندفاع من غير موتور ولا حاجه. جرب كده امسك بالونه كده من فوقها وامسكها وسيبها هتتحرك. هي دي نفس النظريه اللي الروكت بيتحرك بيها، الروكت بيضغطوا وقود جوه كده، وبعدين الجاسس اللي جوه دي بيعمل لها بيبقى فيها بيخليها تحترق، فالوقود بيندفع بره، يبقى اذا الصاروخ بينطلق لقدام. اذا لو انا قلت لك هو الماس، هتقول لي الماس اللي بيفقد، الماس عباره عن الريت بتاع الاحتراق تايمز التايم، خدها قاعده. طيب بصوا بقى يا حبايبي عشان نتفق مع بعض، انت هيجي لك صفحه عايزين نجاوب، انا قلت الماس وفيلوسيتي، يبقى لما يطلب مومنتم لازم يكون عندي فيلوسيتي، وانت بتجاوب حاول تنظم الصفحه يا ابني، شريطه على جنب للبيانات، شريطه للرسومات، باقي الصفحه الاجابات. تعال شوف كده، انا عامل لك تنظيم الصفحه اهو، تنظيم الصفحه اقول لك كده، جزء بيانات صغير، جزء رسومات صغير، باقي الصفحه للاجابات. دايما عود نفسك على التنظيمه دي، انا شخصيا بعملها، اول ما اقرا سؤال الجزء الاولاني بكتب فيه ملخص المساله، الجزء الاخراني الرسومات الاجابات، عشان هنبتدي نجاوب بعد شويه. تعالوا نحكي حكايه سريعه، لما اقول لك تشينج ولما اقول لك لوست، ايه الفرق بين الكلمتين دول؟ لما اجي اقول لك تشينج، لو جيت قلت لك يا ابني انا طالع في جيبي 20 جنيه، بحط ايدي في جيبي لقيت 15 جنيه، حصل تغير، تغير قد ايه؟ هتقول لي انت بتعمل خسرت 5 جنيه، خسرت يعني نيجاتيف، يبقى انا عملت التانية ماينس الاولى. طب لو جيت قلت لك انا في جيبي 20 جنيه، حطيت ايدي في جيبي لقيتهم 15 جنيه، يبقى انا فقدت، تقول لي فقدت 5 جنيه، اذا عملت فيرست ماينس سكند، خدها قاعدة، تشينج يبقى سكند ماينس فيرست، لوست يبقى فيرست ماينس سكند، دي قاعدة. بصوا بقى دي معلومة خليها في دماغك لغاية نهاية الداينامكس، لما اقول تشينج ان كاينيتك انرجي او تشينج ان فيلوسيتي او تشينج ان مومنتم، تشينج يبقى سكند ماينس فيرست، لوست يبقى العكس، فيرست ماينس سكند. معلومة تانية يا اولاد، دي عربية طالعة وبعدين نزلت، انا وهي طالعة بادية فروم ريست، طلعت 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 لغاية سرعتها ما بقت 50، بعد كده الراجل بدأ سرعتها تقل. سؤال بقى، في المرحلة الأولى الفي فاينل ب 50 والفي نوت بزيرو، في السكند ستيج المرحلة التانية يبقى الفي هي الفي نوت، يبقى الفي نوت ب 50 قلت لغاية ما وصلت 20. إذا معلومة يا أولاد، بصوا لي بقى كده، لما اقول واحد اتحرك عربيه ماشيه، الراجل بعد ما مشي سرعتها وصلت 50، ده الفرامل قلت، يبقى ال 50 ده اهي، ده المرحله الاولى الفي فاينل. لما تدخل لمرحله تانية ما تدخلش بايدك فاضيه، اسمع الكلمه المصطلح ده عشان هقوله لك كتير، لما انقل من مرحله لمرحله ما بدخلش بايدي فاضيه، اجيب الفي وهي في نوت للمرحله الثانيه، يبقى الفي هي الفي نوت لما تبقى مرحلتين. طب اسمع بقى اللي جايه دي، القلم ده رميته وقع نزل ريباوندد، لو معايا رابر بول سبتها تقع هتخبط ريباوندد، وهي نازله سرعتها بتزيد، وصلت سرعتها 20 مثلا، هتبتدي ترجع، يبقى السرعه الفي فاينل ب 20، يبقى الفي نوت هنا بكام في السكند ستيج؟ غلطه، اوعك تقول 20،
انا بقول الفي هي الفي نوت لو عربيه ماشيه والموتور بطل، عربيه ماشيه والراجل داس فرامل، لكن اول ما يحصل خبطه الكوليجن ده بيغير في السرعه، بيفقد جزء من السرعه، في جزء من السرعه بتفقد، يبقى الفي غير الفي نوت. يبقى الفي نوت في المرحله الثانيه اقل من الفي في المرحله الاولى انها تفقد جزء من سرعتها. يبقى خليك فاكر ده، لما يحصل كوليجن يبقى الفي هتبقى اكتر من في نوت بتاعه المرحله الثانيه عشان بتفقد جزء. يلا نقول الكلام ده اهو، يبقى البادي هيخبط ريباوندد، يبقى الفي هنا غير الفي نوت. لو عربيه ماشيه يا اولاد وهنا فورس وريزيستنس، تخيلوا يا حبايبي، بص لي بقى كده، انا معايا بادي اهو، البادي ده بيتحرك بشده بفورس وبشده بريزيستنس، هنا فورس. اول البادي ده ماشي، عربيه ماشيه بيونيفورم فيلوسيتي، لو زودت فورس وزودت ريزيستنس في نفس اللحظه، لو الفورس اكبر من الريزيستنس هيحصل له اكسلريتد، لو الريزيستنس اكبر من الفورس هيحصل ديسيلريتد. طب الفورس والريزيستنس اللي انا زودتهم لو الاثنين قد بعض يبقى هيفضل ماشي يونيفورم فيلوسيتي. اذا خدها قاعده، ودي هنقولها تفصيلا لما نيجي نقول نيوتن فيرست لو، ان لما اقول لك الفورس قد الريزيستنس يبقى معناها ماشيه بيونيفورم فيلوسيتي، ده لو كانت ماشيه وزودت فورس وريزيستنس. ادي دي معلومه. حاجه اخيره يا حبايبي، لو عربيتين ماشيين واحده اتجاهين عكس بعض، اتجاه فيهم هناخده نيجاتيف واتجاه التاني بوزيتيف، براحتك ممكن تاخد الاولانيه بالنيجاتيف والتانيه بالبوزيتيف، او تعكس تاخد دي اللي بالنيجاتيف ودي اللي بالبوزيتيف. دي مهمه، يبقى خلي بالكم بس، دي معلومات احنا بنتفق عليها قبل ما نحل. يلا كده خلاص المعلومات دي انا قلتها، نعديها بقى بسرعه، نخش بقى في الاسئله. اول سؤال، رابر بول of mass 20 gram falls from height 3.6 meters rebounded to height 2.5. بص يا جميل، خبطت رجعت وهي نازلة من ارتفاع 3.6 rebounded، عايز يجيب المومنتم، change in momentum before وafter impact. خلي بالكو يا حبايبي، change بقى لازم اجيب الفيلوسيتي هنا لان هي سرعتها بتزيد 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 لغايه ما توصل هنا، اجيب الفيلوست هنا واجيب المومنتم هنا، وهي راجعه عايزين نجيب الفي نوت عشان هتقل تقل تقل، لا انا عايز اجيب الفي نوت هنا واجيب المومنتم هنا واجيب لي تشنج من المومنتم هنا وهنا، يبقى انا هقول له بيفور افتر. يلا بقى انا كده الرسومات في الشريطه على جنب، نيجي نكتب البيانات. فروم اي تو بي، عندنا الماس ب 20 ماشي، عندنا الجي الجرافيتي الاكسلريشن ديو تو جرافيتي 9.8، عندنا الفي نوت بزيرو لان البادي فولز، وعندنا الاس ب 3.6. هنكتب في سكوير ايكوال في نوت سكوير بلس 2 جي اس، جبنا الفيلوسيتي. انا بجيب الفيلوسيتي هنا هنا، يبقى عشان اجيب المومنتم ام تايم في جبناها. طيب لو طال راجع من بي لي سي، يبقى انا هقول الفي فاينل بزيرو، الاس ب 2.5، الجي بنيجاتيف 9.8، من هنا جبنا الفي نوت. بص انا فرحت قوي اول ما لقيت الفي نوت اقل من الفي، اطمنت لانه طالما خبطت لازم الفي نوت اقل من الفي. نجيب بقى المومنتم ماس تايم فيلوستي، ده المومنتم قبل الخبطه مباشره، ده المومنتم بعد الخبطه مباشره. لما يقول تشينج ان مومنتم هقول اتش 2 ماينس اتش 1، ده اتش 2 140 ماينس اتش 1، نكتب 168 او لا غلط، لان دي لوحدي كان اتجاهها نازله ودي اتجاهها طالعه، لو هتاخدهم الاثنين مع بعض في قانون واحد لازم طالما خدت دهي بالبوزيتيف حط التانية بالنيجاتيف، يبقى نيجاتيف نيجاتيف ببوزيتيف، والقانون الماينس دي بتاعت القانون، اما دي الاتجاهين اللي عكس بعض. سؤال تاني، جايب لنا ار
هنحط التي بزير ونجيب الار نوت ونجيب الاس ونقول الفي دي اس باي دي تي جبنا الفي وجبنا هو طالب المومنتم ماس في فيلوسيتي. الماس عندك بتو والفيلوسيتي اهيت يضرب تو في الفي جبنا المومنتم. ده سؤال في السريع. طيب معلومة تانية يا اولاد بصوا يا حبايبي ده بادي بيخبط المومنتم ماس تايم في 1 بعد ما خبط راجع المومنتم هنا ماس في في 2 شايف ده مومنتم 1 مومنتم 2 لو جبنا تشينج ان مومنتم لما خدهم الاثنين في نفس القانون يبقى وانا مغمض خد واحدة بالبوزيتيف التانية بالنيجاتيف. تخيل انا اخترت ده اهي كانت دي 50 ودي 30 لو انا اخترت دي بنيجاتيف دي اللي بالنيجاتيف يبقى دي بالبوزيتيف اهو الماينس بتاع القانون ودي بالبوزيتيف يبقى نيجاتيف 30 ماينس 50 تطلع نيجاتيف 150 الناتج طلع زي الاتش 2. طب تعالى بقى لو خدنا الاتش 2 بالبوزيتيف يبقى هنقول ماينس بتاعه القانون اتش 1 تبقى بالنيجاتيف يبقى الاجابه بوزيتيف النتيجه زي الاتش 2. اذا في الحالتين لتشينج ان مومنتم الساين بتاعها زي الاتش 2 لو اتش 2 نيجاتيف يبقى الساين نيجاتيف لو اتش 2 بوزيتيف يبقى الساين بوزيتيف. خلي بالكوا يا حبايبي. طيب بص للسؤال ده سفير خبطت وريباوندد سفير الماس بتاعها 200 خبطت في فيرتيكال وول ريباوندد بفيلوسي وهي بتخبط كانت سرعتها 40 وقال لك حصلت شينج ان مومنتم قيمته 12000 احسب لي السرعه اللي ترجع بيها. واحد يقول لي اكيد هتطلع اقل من 40 بس كم مش عارف. نقوم نبتدي بقى احنا نقول انا هختار اتجاه بالبوزيتيف يبقى الثاني بالنيجاتيف لتشينج ان مومنتم اتش 2 ماينس اتش 1 اتش 2 انا واخدها ايه نيجاتيف يبقى لازم التشينج ان مومنتم نيجاتيف يبقى انا هقول له ام في 2 وفي 2 لازم هتطلع بالنيجاتيف ماينس ام في 1 اشطب 200 مع 200 مع 200 احسبها تطلع الفي 2 ودي دي يا سلام طلعت نيجاتيف 20 حاجه جميله. انا هنا فرحت فرحتين يا اولاد اول فرحه انها طلعت نيجاتيف يبقى كلامي صح. الحاجه الثانيه اللي فرحتني انها طلعت 20 اقل من السرعه اللي كانت رايحه بيها هي كانت رايحه ب 40 رجعت ب 20 ده يطمني ان انا ماشي صح. مساله زيها قال لك رابر بول خبطت في حيطة رجعت الرابر بول بروجكتد من ارتفاع بروجكتد بسرعة كام يا ولاد قال طبعا وهي طالعة الجرافيتي الجي نوت بنيجاتيف هي خبط ارتمت بسرعة 980. خلي بالكوا لما قال 980 سنتيمتر ما كتبتش 9.8 كتبت 980 سنتيمتر بير سكند سكوير. من هنا هنجيب الفي طلعت الفي ب 700 خبطت لما كانت سرعتها 700 احسب جبنا المومنتم هو مدينا للتشنج المومنتم 40000 براحتك لو خدت الاتجاه اللي نازل بالبوزيتيف يبقى اللي طالع بالنيجاتيف يبقى ال 40000 بالبوزيتيف او ام في 2 ماينس ام في 1 اش طبعا هنا بقى خدنا الفي 1 بالنيجاتيف اهي عشان دي عكس دي احسب بقى تشيل 40 مع 40 مع 40 نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف يا سلام على الجمال طلعت الفي 2 ب 300 كويس قوي. مسألة تانية جايب لك ار هتجيب الفي طبعا ونجيب المومنتم ولما التايم ب 2 طلعت المومنتم عايز يجيب المومنتم خلاص ماس في فيلوسيتي دي هيفا. طيب شوف بقى يا اولاد لما يقول بادي الماس ب 70 في الفيرتيكالي بعد 3 سكندز خبط في سيرفيس اوف ليكويد. بصوا يا حبايبي ده نازل خبط في سيرفيس اوف ليكويد. انا عايز اقول حاجه لما بادي يا اولاد ينزل ويخبط في ليكويد بصوا لي هنا انت عارف لما اقول في دلوقتي وانت اللي بيلعب فيكو
بص يا اولاد، سيادتك لو انت بتعوم، لو انت رحت في البسين ونزلت بتنط كده من على اللي هو القفز ده كده، لما تنط من فوق في مشكلة. لو انت طلعت كده على الارتفاع ونطيت في المية، لو نطيت ونزلت كده هتلاقي المدرب واقف لك بره هيعنفك ويزعل منك جدا، وممكن يزعلك. ليه؟ لان نزولك كده هتطلع من الميه واخد كرباج، فجسمك كله ما كانك حد ضربك، بيسموها كرباج ميه. نتيجه ايه؟ ان انت نزلت في سيرفيس تنشن، الميه بتبقى مشدوده، فلو واحد نزل كده على طول بيحصل له كرباج فبيقبطه. عشان كده بينصحوا دايما لو واحد بينط كده في ميه يقولوا ما تنزلش كده هوريزونتال، انزل كده عشان تخترق، يبقى الخبطه ما فيش صدمه. المسألة بتاعتنا بقى بيقول لك بادي نازل هوريزونتال، بادي مش شخص، فلما يخبط في ليكويد هيحصل سيرفيس تنشن، فيبقى الفيلوسيتي نتيجة السيرفيس تنشن هتختلف عن الفيلوسيتي اللي كانت خبطة بيها. فانا هجيب الفيلوسيتي لحظة الخبطة هتبقى حاجة، والفيلوسيتي بعد الخبطة حاجة تانية. يلا بينا. يلا، البادي الماس بتاعته 70 نازله من ارتفاع 3 مترز، يبقى انا جبت بيفور، قبل بيفور امباكت، عندنا الجي، عندنا الفي نوت، عندنا التي، حسبنا الفي، المومنتم ماس في فيلوسيتي جبناها. بعد الخبطه قال حصل ايه؟ قال لك البادي امبيدد ان ذا ليكويد بيونيفورم فيلوسيتي. طالما غرزت بيونيفورم فيلوسيتي يبقى ما نستخدمش القوانين دي، نقولوا اس ايكوال تي في، الفي ب 5 يبقى نقدر نجيب والاس عندنا ب 2، الاس ب 10 والتي ب 2، جبنا الفي، هات المومنتم جبناها، خلاص طلعت الرقم ده. طب كويس، تعالوا بقى احكي لكم حاجه صغيره. اس ايكوال اهي، لو عايزين والاي اهي، لو عايز اجيب المومنتم هتقول المومنتم ماس في فيلوسيتي. طب ده الاس، ما عندناش فيلوسيتي، يبقى نعمل دي اس باي دي تي. طب لو عندي الاكسلريشن وعايز اجيب المومنتم هتقول لي ماس في فيلوسيتي، ما فيش فيلوسيتي قلت، يبقى نحط دي في باي دي تي، يبقى نعمل اسف اكس، نعمل انتجريشن، ما هو الاكسلريشن عشان تجيب الفي بعمل انتجريشن. يبقى لو جاب لك، ما جابلكش الفيلوسيتي وجاب لك ديسبليسمنت عادي، تجيب دي اس باي دي اضربها في الماس. لو جاب لك اكسلريشن عادي اعمل انتجريشن. اذا هنطلع الماس بره لو كانت الماس كونستانت، واقول له من تي 1 لتي 2 ايه، احسب بقى الاي ده رقم، ما هو الاي هيبقى رقم، فلما تعمله دريفاتيف هيطلع بفي الاي، لا سوري، الاي لما تعمل لها انتجريشن بتطلع في، هنقول من في لفي عوض بفي 2 ماينس في 1، دي طلعت اسمها تشينج ان مومنتم. طب ما هو التشينج مومنتم هو مومنتم برضه، بس تشينج في فترة زمنية من تي 1 لتي 2. اذا نقدر اقول يا حبايبي دلتا اتش هي انتجريشن تي 2 لتي 1 اي دي تي. الكلام ده بيحصل لما يجيب لنا الاي فاريبل، ما جابلناش الفي، يبقى مضطر اجيبها بالشكل ده اعمل انتجريشن. طيب ناخد كام سؤال على هذا الكلام. جايب لنا الاي فاريبل اهو يا اولاد، وقايل التايم من 3 ل 5. طيب انا لما اقول التايم عندنا ودي الاكسلريشن وعايزين نجيب المومنتم والماس ب 8، يبقى انا هقول المومنتم انتجريشن، لانه طالما المفروض ماس في فيلوسيتي، ما عندناش فيلوسيتي عند اكسلريشن وما اعمل انتجريشن، يبقى هقول المومنتم 8 ونعمل انتجريشن من 3 ل 5. هنعمل نعوض بده، نحط 5 5 ماينس 3 3. لما اعمل كده هتطلع الاجابه نيجاتيف 5 بلس 9 طلعت 32. دي مساله. مساله ثانيه، body of mass 10 كيلوغرام، ومدينا الاكسلريشن اهو، كالكيوليت ذا تشينج ان مومنتم من 1 ل 5، يبقى انا هقول تشينج ان مومنتم اتش اهو
عملنا ده ماينس ده هنعوض ب5، عملنا انتجريشن عادي لانه ماس في انتجريشن. ليه؟ عشان الاكسلريشن ده ان ترمز اوف تي، فبنضطر عشان نجيب الفيلوسيتي نعمل اكسلريشن. ادي يا ولاد المومنتم لما يكون مدينا الاكسلريشن فاريبل. سؤال تاني، جايب لنا الماس وجايب الديسبليسمنت اللي طالب المومنتم at any time وتشينج المومنتم من 2 ل 6. المومنتم ماس في فيلوسيتي، ما عندناش فيلوسيتي، عندنا ديسبليسمنت، يبقى انا هقول الاس نجيب الفي دي اس باي دي تي. جبنا الفي واقول له المومنتم ماس تايم فيلوسيتي، ادي الماس وادي الفيلوسيتي، فك البراكتس اهي، ده المومنتم ات اني تايم. ده الطلب الاول. الطلب الثاني عايز تشينج المومنتم. ما تشينج المومنتم ماس في فيلوسيتي اللي احنا جبناها اهي، ده المومنتم، بس هنكتب من 2 ل 6، هنعوض ب 6 عوض ب 6 عوض 6 ماينس 2. طلعت الاجابه 88 جرامز متر بير سكند. في بقى يا ولاد كام سؤال كده انا عايز اقوله لكم قبل ما ندخل في الموضوع التاني. انا عايز اقول هنا لو جيت قلت لك عايز اجيب المومنتم، لما اقول لك هات لي المومنتم لبادي بيتحرك، اتفقنا ماس تايم فيلوسيتي، ممتاز. لما اقول ماس تايم فيلوسيتي اتفقنا بناخد بالنا من حاجه، الماس والفيلوسيتي على حسب يا ابني، حسب ايه؟ لو مدينا ما اداناش فيلوسيتي وادانا اكسلريشن، ادانا اكسلريشن يبقى انا هجيب ايه بقى؟ اجيب ادانا اكسلريشن يبقى لازم اعمل انتجريشن. طب لو ما اداناش اكسلريشن ادانا حاجه ثانيه، جايب لك مثلا جايب لنا الديسبليسمنت او معمل ديريفاتيف. تعالوا كده في الدقايق اللي باقيه، انا ما اعرفش باقي كام دقيقه علشان مش عايز ادخل في حاجه جديده. باقي كام دقيقه؟ بصوا كده يا اولاد، مساله زي دي بقول هنا دي انتي تانك جن، في مدفع اهو وفي دبابه ماشيه. تعالى نقرا كده براحه، ده سؤال موجود في كتاب الوزاره يا اولاد. المدفع ده اهو بيطلق طلقات كده، هو قال الماس بتاعت الوان شيل الطلقه الواحده ب 1 كيلو جرام والفيلوسيتي بتاعتها 720، والماس بتاعت التانك بتاعت الدبابه 50 تونز وماشيه توردز ذا جن بفيلوسيتي 20. المطلوب عايز يجيب المومنتم with respect to the tank، عايز المومنتم بتاعت الشيل ده القذيفة بالنسبة للتانك. يبقى أنا هقول الماس كانت ب 1 كيلو جرام، ده القذيفة الواحدة، الفيلوسيتي بتاعت القذيفة 720 بس دي كيلومترز بير اور. احنا عارفين لو كيلومترز بير اور هعملها تايمز 5 اوفر 18 عشان تبقى مترز بير سكند. وبعدين عندنا الفي تانك كانت بنيجاتيف 20 لانها ماشيه بالعكس، يبقى انا هقول في اي تي ايكوال في اي ماينس في تي. لما نيجي نحسبها طلعت الاجابه 220 مترز بير سكند او ما اختار ده. طب لو قال عايز المومنتم ريلاتيف تو ذا تانك، يبقى هنعمل ده في الفيلوسيتي بقى المومنتم، هتطلع الإجابة. طيب دي خلاص قلناها ودي خلاص قلناها. أنا عايز أقول حاجة تانية ودي خلاص قلتها، أنا بس بقولك عشان باقي الدقايق اللي باقية نقدر نقول كام حاجة كده صغيرة وبعدين نتكلم. ودي برضو هنا جايب لنا displacement وجايب velocity، كل دي أسئلة يا أولاد في كتاب الوزارة أنا بوريها لك إجابات أهو. معرفش باقي كام دقيقة عشان مش عايز أدخل في الجديد دلوقتي ونيجي نتكلم. بصوا يا حبايبي، انا عايز اقول حاجة تانية. بصوا يا اولاد، احنا دلوقتي كده هنتكلم على بعد ما خلصنا الجزء بتاع المومنتم شابتر 2 المفروض مومنتم نيوتن فيرست لو. نيوتن فيرست لو ده من الحاجات
المناهج المهمه جدا بتاعتنا نيوتن فيرست لو. وعندنا نيوتن فيرست لو، عندنا سكند لو، عندنا ثيرد لو. نيوتن فيرست لو يا حبايبي لما نيجي نتكلم عنه هتلاقي حاجه انت عارفها بس هنصغها بشكل علمي. يعني عبقريه نيوتن ان في حاجات بتمر علينا. الحاجه المشهوره اللي كلكم حافظينها، لما لقى تفاحه بتقع بدا يفكر يقول لك هي اصلا التفاحه ايه اللي شدها؟ ما هو اي بادي عشان يتحرك لازم فورس بتشده. فالراجل قال ايه اللي يوقع التفاحه على الارض؟ يبقى لازم في فورس بتشدها. هي فين الفورس اللي ما احنا شايفينها؟ الجرافيتي. وبدا يتكلم على الجرافيتي. فنيوتن يا اولاد من عبقريته ان هو ظواهر طبيعيه، الظاهرة الطبيعية دي هو بيصيغها في شكل علمي. ده احنا هنقوله بقى المرة الجاية ان شاء الله. هنتكلم على نيوتن فيرست لو، على نيوتن سكند لو بالتفصيل، وبعد كده نيوتن ثيرد لو ان كان في وقت. هذا ما تم اراده وتيسر اعداده وقدر الله لنا قوله. اشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.